ده التاني الاولاني يا دكتور. ايوه ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي دكتور علاء وفا. انا معاكم هنا طبعا في مستشفى البطنه، واحنا مسؤولين عن عياده السكر وحده السكر هنا. المفترض النهارده ان احنا او المفترض على طول ان الناس اللي بتعالج السكر او بيبقى ليها علاقه بالسكر، سواء انا حد في عيلتي عنده سكر او انا عندي واتعالج، لازم اتعلم حاجات كتير وابقى عارف حاجات كتير عن العلاج وعن السكر بتاعي نوعه ايه، مستقبله ايه، اقدر احافظ على نفسي ازاي. الفكره القديمه بتاع كل واحد عنده سكر هيجيله مضاعفات، دي فكره مش صح، لان اي حد عنده سكر لو ظبط نفسه كويس، خد علاجه في ميعاده وظبط اكله وفهم يقدر يعمل ايه، ممكن يحمي نفسه عن المضاعفات. دلوقتي كل واحد بيجيله سكر يبقى حاسس انه مكتئب. ليه؟ يفتكر بقى اللي اتقطع رجله واللي عينه راحت واللي جاله جلطه واللي جاله رجليه حاجه قدم سكري. الكلام ده مش صح، الكلام ده كان زمان من فتره طويله، لان ما كانش حد بيتابع، ما كانش حد بيهتم بعلاجه، ما كانش حد بيحلل. الدنيا اتطورت دلوقتي، والدكاتره حتى اللي بيشتغلوا في مجال السكر متخصصين فيه فاهمين كويس يحمي الناس بتوعه ازاي من انه يجيله مضاعفات. ده بيحصل عشان حاجات كتير، عشان كده احنا هنا النهارده، وعشان كده احنا في العياده تحت ان شاء الله من الشهر اللي جاي هيبقى في حاجه اسمها جلسه تثقيفيه. يعني ايه؟ يعني انا وانا جاي اصرف علاجي قدامي نص ساعه منتظر ان انا هدخل الاوضه، ففي اوضه الحكيمات واحنا هنعلم الناس مره ناكل ايه، مره اخد علاج ازاي، لو انا بحقن انسولين اخد السرنجه بتاعتي امسكها ازاي، احقن نفسي ازاي، اعرف اعمل تحاليل كل قد ايه واطلب من الدكتور بتاعي انه يشوفني امتى، افحص عيني عشان كذا. الكلام ده كله احنا لازم نتعلمه عشان ادور على نفسي واظبط. عشان كده احنا هنا النهارده، احنا دي نعتبرها جلسه اولى. بعد كده اي حد منكم هيجي هيبقى عارف ان في اوضه تثقيفيه للسكر، يدخل يقعد فيها نص ساعه، عم يجي معادي اصرف الدواء واروح. بس انا كل مره اتعلمت حاجه جديده. الناس اللي اتعلمت كل حاجه في السكر، ومش معلومات نظري، لا ده انا معلومات اخرج النهارده انفذها في البيت. الناس اللي اتعلمت سكرها اتظبط، الناس اللي اتعلمت ما دخلوش مضاعفات خالص، الناس اللي اتعلمت عايشه حياتها كويس. السكر ما هواش ان انا النهارده 200 ده بكره 150، لا ده كان 300 انا بقيت 90، مش كده. ده السكر دي حياتي انا، يعني حياتي، بيتي، شغلي، حياتي العامه، حياتي الخاصه، فكل حاجه من دول السكر بينعكس عليها. لو سكري مظبوط حياتي ممكن تبقى احسن من حد عنده سكر. عشان كده احنا هنتكلم عن معلومات بسيطه النهارده، يعني ايه سكر، يعني ايه انواع السكر، طب علاجه ازاي، طب اتجنب المضاعفات ازاي، ايه الاعراض اللي بتجيلي وانا سكري عالي، طب لو سكري هبط فجاه ايه الاعراض اللي ممكن تجيلي واروح بسرعه اخد حاجه فيها سكر عالي عشان انقذ نفسي من غيبوبه السكر اللي بتحصل للناس اللي مش عارفين. هو ده عشان كده احنا متجمعين النهارده، وعشان كده المرات القادمه هيبقى اي حد فينا يجي العياده يسال وهو بيقطع تذكرته، انا الاوضه تثقيف السكر فين، اقعد فيها استغل وقتي بدل ما اقعد عادي في الايه، في الريسبشن استنى معادي. ده اتفقنا عليه. النهارده احنا هنبدا نتكلم في معلومات بسيطه تدينا فكره كده عن الموضوع بشكل بسيط. النهارده هنتكلم يعني ايه سكر. السكر ده على فكره مش عندنا في مصر بس، ولا ده في العالم كله وبيزيد، وناس كل يوم بيكتشف عندها سكر في جميع الاعمار. يعني في ناس 6 سنين و8 سنين و10 سنين، وفي ناس 40 سنه، وفي ناس اكبر. في سكر حوامل، وفي سكر نتيجه الغدد، يعني الموضوع كبير، ما هوش موضوع حد جاله وبياخد علاج. زي ما انتم شايفين كده كل 5 دقائق على مستوى العالم في عيان سكر بيكتشف جديد. كل 5 دقائق من وقتنا هذا في مريض سكر جديد بيكتشف في اي حته في العالم، معنى كده ان الموضوع مستمر ومنتشر. زي ما شايفين كده ده رسم، يعني بنقول عليه ببساطه رسم بياني، يعني بيعدوا وبيعملوا حاجات عشان يعرفوا الامور ماشيه ازاي. كان في سنه 85 العدد قليل قوي مش كتير. بقى في سنه 2000 وصل 200 مليون على مستوى العالم
متوقع سنة 2025 يعني الدنيا كده يعني نقول ايه 13 سنة من النهاردة هيكون الناس في العالم كله 350 مليون، عدد مهول جدا تمام. وان لما شافوا مصر بين دول العالم كل العالم فيها عينين سكر كتير جدا جدا، عدوهم وعملوا احصائيات وعرفوا مين اعلى دولة واقل دولة، لقوا ان اكبر بلد هي الهند فيها ملايين من البشر. شوفوا العالم كم دولة قد ايه. مصر كانت واخدة لغاية السنة اللي فاتت رقم 8 على مستوى العالم، رقم 9. السنة دي في العد الاخير اخر 2012 لقوا مصر تامن دولة على العالم من العالم كله. معناها ايه؟ ان عندنا السكر فعلا مشكلة، يعني مش احنا بس اللي عندنا سكر، ده في ناس كتير جدا 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 في كل مكان سواء عارف او مش عارف، لان في ناس عايشة عندها سكر ما يعرفوش. فشايفين مصر فين؟ مصر يعتبروها تامن دولة اهي اللي واخد الرقم ده هو من الناس اللي عندهم سكر. طبعا زيادة مرض السكر في العالم ليه؟ السكر انتشر. انتشر السكر عشان نسبة الناس السمان كتيرة، لان السكر يجي في الناس اللي هو بيسموه النوع التاني الناس الكبار، بيجي في الناس اللي عندهم سمنة بياكلوا كتير. ده الغريب كمان انه بدأ يحصل في الولاد الصغيرين 12 18 سنة اللي عايشين على الاكل السريع والكلام اللي زي ده وبياكلوا سندوتشات جاهزة وما بيتحركوش كتير وقاعدين على الكمبيوتر فترة طويلة تخنوا، دول جالهم سكر. فبدأ يظهر كمان في صغار السن، وعندنا ناس كتير جدا سنهم صغير عندهم، وده نتيجة انه عندهم سمنة. يعني زيادة الوزن معروف انها مصحوبة بالسكر، يا اما تجيب لي سكر يا اما لو عندي تخليه مش مظبوط. حتة كمان ان الناس ما عادتش بتتحرك زي زمان، كله بيركب عربيات وكله قاعد في البيت وما بيتحركش، فما فيش الاكلات السريعة زي ما قلت. ونسبة كمان انه السن بقى معاه ممكن يحصل اكتر، كمان الحياة بتاعتنا الان بقى فيها توتر نفسي وضغط عصبي وقلق، والناس كلها ما عادتش فيه راحة نفسية وكل الناس متوترة. ليه بنقول الكلام ده؟ لان الحاجات دي ممكن تجيب سكر لاي حد ما عندوش او اي حد في عيلة فيها سكر. فممكن يبقى وزنه زيادة وعصبي وبياكل وما بيتحركش، ده هيجيله سكر. طالما العيلة بتاعته فيها سكر دي بيسموها عوامل الخطورة للناس اللي ممكن يجي لها سكر. دي حاجات زي ما احنا شايفين السمان اللي بياكلوا كتير، زي ما انتم شايفين كده المنظر ده، ناس اكولة وبتاكل تمام بكميات كبيرة بدون وعي. يعني ايه سكر؟ السكر ده معناها ان اكلنا ده المفروض اللي بناكله بيعلى في الدم على نسبة سكر بتتحرق بحاجة في جسمنا اسمها الانسولين، فبتديني طاقة عشان اعيش واقدر اتحرك واروح شغلي واعيش حياتي واعمل كل اللي انا عايزه. النسبة دي بتزيد في الدم، وبعدين بيحصل عندنا عدم حرق، انه بتزيد نسبة الاكل اللي باكله من الكربوهيدرات اللي هي زي الرز والمكرونة والكلام ده كله، الدهون زي الزيوت والسمنة والمسائل دي، البروتين زي انواع اللحوم وغيره. دي انواع الاكل اللي ممكن بتتحرق تطلع سكر. يعلى بقى السكر في الدم، السكر ده عايز يجيله حاجة اسمها انسولين تحرقه. طب ما جاش قليل في جسمي، يعلى. طلع وما اشتغلش، يعلى. ده بيسبب لي مشاكل، بيسبب لي حاجات كتيرة، وبالتالي عدم وجود الانسولين او انه قليل ممكن يعمل لي مشاكل كتير. في عندنا انواع من السكر بس النوعين الكبار، في عندنا اسماء استثنائيه. في نوع اسمه النوع الاول، ده بيجي في الناس الصغيرين في السن، يعني 5 سنين 10 سنين 15 سنة 20، بيبقوا دايما رفيعين كده وجسمهم ضعيف وفجاه يظهر السكر. ده نسبه 5 ل 10% من الناس، ودول ما عندهمش انسولين في جسمهم. يوم ما واحد سنه صغير في السن ده يجيله سكر، العلاج الوحيد بتاعه انه يتحقق الانسولين. مفيش مجالها عنده خالص، فأي حد تحت سن 30 سنة بشكل عام يجيله سكر، ده على طول محتاج انسولين لأن ما عندوش أصلا. وأي دكتور أو أي حد يقولك أنا خايف من الانسولين للدكتور بتاعه ولازم آخد حبوب، ده ممكن يجيله غيبوبة سكر عالي، لأنه لما ياخد الحبوب مش هتجيب نتيجة. طب طبيعة الحال السكر يعلى يدخلني في غيبوبة. طبعا ده بيجي تحت سن 30 سنة، وده بيبقى عنده مشكلة غالبا الجهاز المناعي بتاعه، يعني الجهاز اللي بيقاوم جوه بيعرف البنكرياس اللي هو اللي بيفرز انسولين على انه جسم غريب فبيدمره، فبالتالي عايز انسولين. السكر بقى اللي مشهور عندنا في مصر كلنا معظمنا من اللي موجودين هنا دلوقتي مع بعض اهو، عنده حاجة اسمها سكر النوع الثاني. يعني ايه النوع الثاني؟ النوع الثاني بيجي للناس اللي كبرت 35 40 سنة،
بيجي للناس اللي هم بياكلوا كتير اللي عندهم سمنه، الناس دي ما بتتحركش، ودي ناس نتيجه وجود الوزن الزياده عندهم انسولين بيطلع بس ضعيف مش قادر يشتغل، طالع بينهج فيعلى السكر في الدم، الانسولين ده كمان يعني مفعوله بطيء، فبالتالي الناس دي ممكن نعالجها بالحبوب الاول. يعني الحبوب اللي بتتاخد دي ما بتعالجش السكر ده، هي بتشغل الانسولين بتاعي عشان تنظمه، فاول ما يشتغل يحرق سكر. معناها ايه؟ ان لو انا فتره من الفترات بعد 3 4 سنين من الحبوب والانسولين اللي عندي خلص، يبقى لازم اخد انسولين. معناها برضه ان كل الناس اللي بتبدا من النوع الثاني حبوب ممكن ياخد حبايه، بعد كده يبقوا نوعين، 3 4 5 6 سنين يزيدوا حاجه يقلوا حاجه، بعد فتره معظم الناس اللي بتتعالج بالحبوب لازم تاخد انسولين في فترة معينة، وكل ما الانسولين كان بدري كل ما كان في حماية للانسجة. انا بقول ليه الكلام ده؟ عشان انا حد من الدكاترة تحت انا ماشي على حبوب ويفاجئني النهاردة يقول لي لا ده انت سكرك عالي واحنا خدنا كل كمية الحبوب الممكنة وانت عايز انسولين، ما اقولوش لا وما اقاوحش معاه، لسبب انا ما عادش عندي انسولين جوه تشتغل عليه الحبوب، فبالتالي انا بشتغل في سكة غلط، بعمل حاجة غالبا مش هجيب نتيجة. ده فكرة سكر النوع الثاني. نعم. الحبوب بيبقى ليها مضاعفات في ناس عندها مشاكل، يعني الحبوب امنه وكويسه وده حسب اختيار الدكتور. في حبوب بتشتغل على البنكرياس، في حبوب بتشتغل على الانسجه، الدكتور اللي بيختار المناسب، بس دايما الدكتور اللي بيكتب الحبوب بيحسبها بيوزنها. انا بكتب حبايه في حد ضغطه عالي وقلبه تعبان ولا واحد سليم؟ حد عنده الكبد مثلا عنده تليف او في مشكله او الكلى فيها مشكله، اللي انا قلته ده ما ينفعش مع الحبوب. فالدكتور بيوزنها، حد عنده كويس كبد سليم وكلى سليمه القلب كويس، هو شخص كويس سليم ويستجيب ياخد. هو لو شخص سليم هي ما بتاثرش على، لا ده ما بتجيبش مضاعفات في الشخص السليم، بس هي غير مستحبه في اللي عنده مشكله، لان هي لو عنده مشكله هتتعبها اكتر. يعني لو واحد عنده الكبد تعبان وخد حبوب وهو عارف ده وبيقاوح، الكبد هيتعب بعد كده. عنده مشكله في الكلى وهو عارف ان عنده زلال على الكلى وتعبان، ما ينفعش ياخد حاجه زي سيدوفاج كده، لو خده وحاله الكلى ساءت يبقى هو السبب في حالته. في الحاله دي احنا بنبعد عن الكلام ده ونفضل انه ياخد انسولين. طبعا في حاجه اسمها سكر الحمل، ده غير بقى الاول اللي هم الصغيرين في السن اللي بياخدوا انسولين مدى الحياه، او اللي هم سكر نوع تاني بيتعالجوا بالحبوب شويه ويجي في السمان وكبار السن بياخدوا حبوب وبعدين انسولين، ده حاجه تانية. ده بيظهر اثناء الحمل بس، وده بيظهر ما بيظهرش في الاول، بيظهر في بعد الثلث الاولاني من الحمل، وده يبقى سكر مؤقت، يعني ممكن بعد الولاده يزول. بس الست اللي جالها سكر حمل دي، ما انا هقول اهو، اللي بيجي له سكر حمل يبقى بعد الولاده عرضه انه يجيله، يعني بمعنى يا اما بعد الولاده بقعد شهور وسنه واثنين ما يجيليش، بالتالي لازم الدكتور يعرفني ان انا انزل وزني وان انا لازم اعمل حسابي ان انا انظم اكلي. هو انا اساسا ما اكتشفتوش الا ما هو ده ما بكتشفش الا في الحمل، لان قبل الحمل انا ما بيبقاش عندي اصلا، ما فيش عندي حاجه خالص. يعني انا ولغايه اول اربع خمس ثمان اسابيع من الحمل ما بيظهرش. هو انا عرفت في الاخر. بالظبط بيظهر، يعني دايما في الاسبوع ال 18، يعني ال 24 اسبوع، يعني قد ايه 24 اسبوع دول؟ في الشهر الخامس والسادس فيما هو متاخر، معناها انه ده مش سكر عادي، ده مش عايش بيه. السؤال بقى هل لما اولد بيروح؟ بولد بيروح، بس وانا بولد الدكتور اللي كان بيتابعني بيفهمني ان انت كان عندك سكر حمل، خلي بالك لازم تظبطي اكلك، لو انا وزني زياده اخسس وزني، لو انا متوتره لازم اقلل التوتر. في الحاله دي معناها ايه؟ ان كل ما خدت بالاسباب دي انا منعته او اخرته. تمام؟ ممكن اجي لي حمل واقعد سنتين ابقى حامل تاني ويجي لي برضه وانا حامل تاني، بعد كده ممكن يجي لي سكر نوع تاني عايز حبوب. طب لو انا عرفت ومنعت يبقى كويس، يبقى انا ظبطت الاكل وقللت التوتر، وفي حبوب بقى زي الغيره. انا عرفت وقال لي ان هو لمجرد ما تولدي هيروح الموضوع. ما تابعتش. هي دي بقى المشكله. وانت قلتي حاجه مهمه، ما تابعتش. المفروض الدكتور وانا بولد عرفني خلاص عرفت لازم امنع، ودي ليها نظام، والناس بره بتعمل متابعات وبتتعلم وبتتعلم تاكل وبتتعلم تخسس الوزن. انا بقوله ده ممكن ياخره جدا لدرجه المنع. في نقطه يا دكتور انا عايزه اقول لحضرتك عليها، احنا لما بنروح لاي مستشفى مش لازم البطنه، لما بتروح تصرف عليك من اي مكان بيقول لي عندك سكر، او ببقى رايحه تحليل السكر بتاعي، هو بيديني برشام مثلا يقول لي سوداج، لا معرفش ايه عشان بتاع الدهون، لا عشان مش عارف ايه. طب مش المفروض انا احلل اعرف ان انا واخد السوداج ده لو انا عندي الكلى مثلا او الكبد؟
المفروض ده ما انا عايزه انت كلامك صح، المفروض الدكتور يبدا اعلاج في الاول خالص يبقى عارف بيبداوا لمين. يعني اي حد فينا بيبدا النهارده يقول لحد انت عندك سكر يبقى عارف الاتي، عارف اللي قدامه ده سكره نوع اول ولا نوع تاني. انا بتكلم ان انا رايحه تحليل سكر بس. فبيديني كذا حاجه، فالمفروض ان كذا حاجه دي ما اخدهاش على بعد ما احلل كل جسمي اعرف فيه ايه ممكن اخد. المفروض ده بيتعمل عندنا في العياده. المفروض لا، انا بروح تحليل السكر بيديني كذا عشان اكيد هم عارفينكم تابعين، بس لو ما حصلش نعمله مفيش مشكله. ده بالنسبه لانواع السكر. النوع الاخير ده بيسموه سكر ثانوي. يعني ايه سكر ثانوي؟ يعني عندي حد مثلا عنده غده هنا درقيه هنا في الحته دي بتفرز هرمون، او غده فوق الكلى بتفرز كورتيزون وطلعت كتير، دي ممكن تجيب سكر. ده مش سكر اصيل، ده سكر سبب غده. واحد عايش بياخد علاج لحساسيه صدره زي اللي بنسميه الكورتيزون. الكورتيزون ده دواء بيشيل حساسيه الصدر، او في دكاتره روماتيزم بيكتبوه عشان علاج المفاصل وعشان يشيل وجع ظهري وجع ايدي. في الحاله دي ده ممكن يجيب لي سكر، الكورتيزون ده بيجيب سكر. فلو انا عرضه او عندي لا، بناقش الدكتور بتاعي بقول له انا ممنوع من ادويه تعلي السكر. في ادويه وكتير بتشوفوها انتوا طبعا وستات معانا كتير اهو، زي موانع الحمل. كتير من موانع الحمل لحد وزنه زياده ممكن تجيب سكر، لان الكورتيزون والهرمونات بتاعت موانع الحمل دي كلها الحبوب بالذات دي بتقاوم الانسولين، تقول له ما انت مش هتشتغل وتقاومه كتير تبين لي السكر لو انا عرضه للسكر. فاقصد انه مش كل انواع السكر تبقى اسباب قويه، في اسباب لو وقفت فيها الدواء اللي باخده ممكن السكر يتحسن. ده ما يخص الايه؟ انواع السكر. واحنا كل واحد فينا يبقى عارف النوع بتاعه، انا ماشي على حبوب بتوقع ان انا اخد انسولين. لو انا اتحكم عليا من سنين بالانسولين انا هظبط انسولين واعرف هاخد ايه، ونشوف بقى اللي جاي. طبعا الانسولين ده هو الهرمون اللي بيحرق السكر. الانسولين ده هو حاجة مادة كده في الدم، دي اللي بتاخد السكر تمسكه كده من ايده وتدخله الانسجة، يدخل ليه؟ يطلع الطاقة عشان انا اقدر اعيش كويس. والسكر ده هو البنزين، فشرط حرق السكر وجود اللي بنسميه الانسولين بتاعنا احنا اللي ربنا خلقه، لو مش موجود بنديه من بره. فبياخد الانسولين هنا بيطلع من غدة اسمها البنكرياس، يمسك معاه السكر بعد ما يتهضم، ده اكلنا، دخل المعدة خرج، يمسك مع الانسولين يتوزع على الكبد ويتوزع على العضلات ويتوزع على الخلايا الدهنيه بتاعتي. اول ما يدخل يطلع لي حراره في جسمي خلاص الدنيا اشتغلت، السكر اتحرق ولا انسان طبيعي. طيب لو فرض الانسولين ده ما طلعش ايه اللي ممكن يحصل؟ اللي ممكن يحصل هنا لو ما فيش انسولين في جسمي على طول يبتدي التغيرات تحصل لي، ما فيش انسولين بيطلع من البنكرياس يبتدي السكر يعلى في الدم، ما دخلش الأنسجة، بالتالي يحصل تكسير في الخلايا ويطلع لي مشاكل في جسمي، أجسام سامة تضايقني. معنى كده لو سكري فوق 200 عشوائي بجهاز البيت ده خطر عليا، كل يوم بيمر عليا وسكري 250 300 فيما أكتر، جسمي بيتعرض لسموم في جسمي بسبب السكر ما بيتحرقش، فبتطلع دهون غلط تقفل الشرايين وتعمل لي مشاكل. معناها إن لازم أنزل السكر، مش عشان اقول 250 بقى 140، لا، عشان اتفادى ان السكر العالي يضايق جسمي ويعمل لي مضاعفات. دي نقطه لازم تبقوا عارفينها كويس. ده بقى زي المصنع بالظبط، يعني زي المصنع اللي بيطلع الانسولين، وده ربنا سبحانه وتعالى خلق جسمنا 24 ساعه بيشتغل، وانا صاحي وانا نايم وانا بتحرك ما بيوقفش. معناها انه ليل نهار في حرق سكر، واكل او مش واكل، فاهمني؟ يعني الامور ما بتوقفش. الانسولين عشان مهم جدا زي ما انا قلت، في انواع انسولين عندنا ربنا خلقها بتطلع، كل اكله بيطلع لها انسولين بسرعه، في انسولينين في جسمنا. انسولين رايق كده بيطلع بعد كل اكله ربنا خلق لنا حكمه. في هرمونات بتطلع من بطننا ساعه الاكل تروح محمسه البنكرياس على قد كميه الاكل، تروح مطلعه انسولين سريع يحرق الاكل ويخلص. فطار غدا عشاء، فبيطلع ثلاث كميات بسرعه،
ده على قد اكلي وبس، بعد ما اخلص اكلي ما عادش في انسولين. في انسولين في النص تقيل كده يحركني بس عشان جسمي يبقى وازن نفسه في النص. اكله قليله يطلع انسولين على قدها، اكله كتيره يطلع كميه انسولين عاليه. ولذلك الناس السمان مثلا بياكلوا كتير قوي ضعف الكميه بتاعتهم، لو كل كتير يطلع له ضعف كميه الانسولين المطلوب. طب لو طول البنكرياس بينهج يهبط. بعد شويه اكتشف ان ايه؟ جالي سكر. ليه؟ لان انا قعدت اكل بكميات كبيره اجهدت البنكرياس بتاعي في فتره. الناس الاذكياء في حياتها بياكل وجبات صغيره، يعني يفطر ويتغدى ويتعشى حاجات صغيره وحاجات صغيره في النص. فالبنكرياس يطلع على قده، فعمره يطول ويطلع كميات سهله ومفيش مشكله. ده خاص بانواع الانسولين اللي احنا بنعرف الكلام ده ليه؟ عشان اترجمه على حياتي واظبط نفسي. انا مش بعمل الكلام ده عشان نظري، انا مش عايز اعرف الكلام ده، بس عايز اعرف اعمل ايه في حياتي لما اعرف المعلومات دي. طبعا ده انواع الحبوب بقى زي ما هنجي لها بعد شويه، ان واحد بيبدا مثلا نظام غذائي في الاول، بعد شويه ياخد نوع حبوب يبقوا نوعين، يكتر ثلاثه، اكله مش مظبوط يحتاج انسولين بعد كده. ده السيناريو في اي حد بيتعالج سكر. امتى بقى؟ دي حاجات هنا مهمه نعرفها عشان دي هتاثر علينا الطريق مع الدكاتره ومع نفسنا. امتى الناس اللي عايشه على الحبوب تاخد انسولين؟ امتى الفتره اللي انا فيها باخد حبوب احتاج انسولين؟ ايه رايكم؟ ها؟ لو انا عايش على الحبوب مثلا دكتور علاء بيقول لك بتاخد حبوب وسكرها دايما عادي. هو ده اللي هنقوله دلوقتي. الكلام ده مهم جدا. خدت حبوب، عندي حدود في انواع الحبوب كلها، كل انواع حبوب ال 5 مللي او 60 مللي او كذا ليها مده وليها تركيز، لو انا خدتها 3 شهور بتركيز عالي وما جابتش اوقف على طول وانقل حاجه ثانيه، ما اقولش مع الدكاتره. اللي مكتوب هنا ده بيقول لي لو انا واحد عايش على الحبوب سنتين ثلاثه وعندي حاجه من دي لازم اخد انسولين فورا عشان احمي جسمي من المضاعفات. تمام؟ اتفقنا. اول حاجه لو السكر عيني فجاه بقى 500 600 لاي ظروف واجهتني، الحبوب مش هتقدر تنزله، يبقى لازم انسولين ونشوف عليه ليه. لما اخد كميه حبوب مثلا 3 شهور 6 شهور سنه 2 والحبايه بقت 2 والاثنين بقوا 4 ومعايا مثلا زي السيدوفاج، يبقى في نوع سكر ونوع سيدوفاج ومش جايبين، في الحاله دي اخد انسولين. لو واحد جاله التهابات يعني جامده جدا في اعصاب الطرفيه، يعني ايه اعصاب الاطراف؟ الجهاز العصبي بتاعنا لما السكر يعلى بيضم، يعمل لي ايه؟ تنميم وخذلان وحرقان وتقريص وشكشكه في رجلي، وحد يقول لي في شعطان جامد، وحد يقول لي ده انا لما بتغطى ببطانيه او كوفرته بتبهدلني عايز اخرج رجلي بره منها من كميه الالم العنيف، حد يقول لي ده انا بجيلي شد عضلي، حد يقول لي عضلاتي ضعفت ما بتشلنيش، يعني انا بطلع السلم بسند شويه وبطلع سنه سنه. ليه؟ لان السكر عالي بدا يعمل ضعف في الاطراف يدمر الجهاز اللي بيحس. ده ربنا بيديلي انذار، خد بالك روح دور على السكر. انتوا عارفين ان في ناس عندها سكر مش عارفه وبيجي لنا العيادات يقول لي رجليها بتنمل انا مش عارف ليه، ولفيت اول ما حللوا السكر 300. يعني ده بيسموه التهاب في الاعصاب. ولو الدراع يوقف فاهم، لو سمحت يا دكتور لو الدراع بيوقف كده مره واحده زي اكن ده بقى مشاكل في الكتف مع السكر برضه. اه يعني هو ده احنا بنتعلم دلوقتي ده عشان ابقى عارف ان التنميل ده لما يجي لي او يجي لي واحد باللي انا حكيتهم دول كلهم ابلغ الدكتور بتاعي، لانه في مشكله تنميل وخذلان وحرقان وكل ده ماشي وممكن نعالجه، بس علاجه لازم ضبط السكر الاول. المشكله فين بقى؟ ان بعد الحرقان الجامد اللي بيجي لما الكوفرتا او البطانيه تلمس رجلي وتضايقني بعدها يفقد الاحساس تماما. ما احساس رجلي او ايدي معناه ايه؟ معناه انا ممكن ابقى ماشي على الارض ويجي مسمار في رجلي ما احسش بيه. الشتاء اللي فات ده كان في كام مشكله مع ناس عندنا في العيادات هنا وفي عياداتنا، مشاكل خطيره، راجل كبير في السن قاعد وحاطين له الدفايه قدام رجليه والاسره كلها متجمعه في اوضه ثانيه ولمست الدفايه رجله من ورا من تحت وهو اصلا مش واخد باله، راجل كبير في السن، لقوا فيه دخان ريحه شياط. لقوا الدفايه ماسكه في رجليه. ليه؟ لان هو مش حاسس. حد تاني ماشي في البيت وبيدوروا لقوا في دم على الارض، فبيدوروا مصدر الدم ده منين؟ قال لك ده جده متعور. ليه؟ لان الراجل مش حاسس وفي مسمار دخل في رجله بينزف لدرجه انه في الم عنيف اتكون جرح جامد وهو مش حاسس. ده خطر، لان ممكن يبقى في جرح في رجليه
الجرح ده ممكن يبقى عميق وانا مش حاسس، اروح لدكتور جراحه بدل ما ينظف ويديني مضاد حيوي ينشف يقول لي عايزين نقطع صابع. ما هو ده سببه مين؟ السكر العالي اللي انا سبته دمر لي الاحساس، خلى رجلي تحصل فيها مشكله وانا مش حاسس. فهمتوا كلامي يعني ايه؟ الكلام ده لازم تعرفوه ليه؟ كلمه واحده بس، اتفضل. هل تنميل في صوابع والحاجات دي كلها لما ما هو كله بقى ممكن يبقى في رجلي، بس دي من زمان ممكن يبقى في حته. لا انت تدوري وتسالي الدكتور بتاعك. ما هو كده احنا في الحاله دي ظهور الاعراض دي اقول للدكتور بتاعي انا عندي الم في الاعصاب جامد، هو هيشوف السكر هينقل لي انسولين. هنا بقى الكلام، اي علاج اتكتب للاعصاب الطرفيه في هذه الحاله غير مجدي اذا لم يكن السكر منضبط. يعني لازم اغير علاجي واسال الدكتور بتاعي وينظم لي ويعرفني الرقم الصح فين، عشان لو انا عندي جهاز في البيت اقدر اتابع نفسي، وممكن انا اوجه الدكتور بتاعي يعني بعد شهر لما اجي العياده هنا اقول له ده انا سكري طول الشهر عالي غير لي الدواء، بدل ما اعتمد على التحليل اللي انا بادي فيه تحت اللي هو لوحده مش كافي. ايوه يا دكتور. ده اللي انا حكيته برضه. هنا بقى بنعمل رسم عصب ونشوف، بس انت كلامك صح. ده زي الحاجه كده، ده كله معناه انه ده جزء من مضاعفات. عايز اعيد تاني واقول ان في ناس مهمله ما بتدورش، بيبقى عنده التهاب ومش محلل لنفسه ما يعرفش، يجي يحلل يلاقي السكر عالي. الناس دي بتعرف السكر من الاخر، بتعرف السكر بعد ما يجي لها التهاب بالاعصاب، يعني جاي يكتشف نفسه عندنا بالمضاعفات مش جاي بدري. عشان كده اللي احنا قلناه في الاول، الناس السمال اللي بياكلوا كتير اللي متوترين في عيله فيها سكر يدوروا على نفسهم، احنا بدانا نعمل ده وبدانا ندور على الناس دي في كل حته. بعد اذنك يا دكتور علاء، كل اسئله هقول لكم في جاي حاجه. دكتور علاء ها؟ بعد اذنك عايزه ايه؟ محلله مزرعه. طب خليكي قاعده ما نخلص هنشوف، خليكي قاعده ما نخلص. الحاجه اللي بعد كده ظهور مشاكل القدمين اللي بنقول عليه القدم السكري. اي جرح في رجلينا، اي جرح قديم عمل قرحه، اي ضافر مقطوم، اي كلو اللي بيطلع تخين في الجلد وبيضايقني، جزمه ضيقه، جزمه مضايقاني، مناطق ضغط، ما بختارش جزمتي صح، ما بمسحش رجلي بعد ما اسيبها مبلوله، عملت حاجات ما بين الصوابع كده اللي هي الجلد المتاكل ده اللي بنسميه فطريات، ده بنسميها قدم سكري. اي حد عنده مشاكل في رجله لازم يدور عليها بدري عشان تلتئم، وكل واحد لازم يبص على رجله مره في اليوم. احنا متعودين في عياداتنا لما نيجي نفحص السكر بنبدا لاي حد عن سكر نفحص رجليه الاول عشان نطمن ان مفيش حاجه. ده جزء من مشاكل احتياج انسولين. طبعا لو واحد عينيه تعبت، ما هو السكر بيأثر على العين برضه وبيعمل مشكله في الشبكيه، وبرضه هنا احنا اي حد بيجي لنا بنعمل له حاجه اسمها فحص قاع عين. الكلى ممكن تتأثر من السكر اللي بنقول عليه ببساطة زلال، يعني الكلى ممكن تلتهب في صمت. الكلى مع السكر ما بتوجعش، خلي بالكم. متعودين هنا عند الناس اللي بتيجي كل سنة بنعمل تحليل الزلال كده، نجمع بول ونشوف أخباره عشان نحمي الكلى. ظهر بنغير خط العلاج خالص. فلازم الكلى برضه تتحط على العين، يعني لو في مشكلة في الكلى أو مشكلة في العين جامدة أو قدم سكري أو أعصاب طرفية مع سكر عالي، ليه امشي على الحبوب وهي سايبه السكر عالي رغم ان انا عندي فرصه اظبط بالانسولين؟ ايه يعني شكه الابره؟ الامور بقت سهله. كمان حتى هيعمل عمليه جراحيه مثلا، فجاه هيعمله هيدخل يعمل عمليه ست هتشيل حراحم بتاع كلام زي ده، يستوجب اثناء الجراحه انسولين، ولو هو كان مظبوط على الحبوب بعد العمليه خالص ممكن نرجع ناخد حبوب تاني. كمان زي ما قلت اللي عنده كبد مزمن او تليف عايز، ولو فشل بناخد. يبقى دي كل الاسباب اللي في اي حد عايش على الحبوب امتى يفكر ياخد انسولين. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني انا لو اتعرضت لحاجه من دي ما اطولش واقاوح مع الدكاتره ولا وحقنه لا وانا مش عايز احقن، انا بكره، طب هاخده فين وامتى؟ ممكن اناقش الدكتور بتاعي بدل كده اقول له طب انا احقن ازاي؟ طب اعمل يذلل العقبات عشان اساعد نفسي، لكن ما اخدش واروح لحد تاني يقول لي خد حبوب، لان في ناس بتعمل كده كتير. ممكن انا هقول لكم دلوقتي حالا. الانسولين عينه فين؟ ده سؤال بديهي. في ناس كان فتره طويله ما عندهمش ثلاجه في عينه عند الجيران ويطلعوه، وفي ناس ما كانتش عارفه اصلا الانسولين بيتعامل في الثلاجه. دي نقطه.
يحفظ الانسولين في الثلاجه او في مكان بارد، بس ايه يعني ما يتحطش في الفريزر، يتحط في رف تحت يا باب الثلاجه. الفريزر لو جمده باظ الانسولين. الناس اللي جمدت الانسولين او واخده من صيدليه متجمد، لا، ولو واخده من صيدليه مش بارد طالع من الثلاجه ارجعه وارفض اخد الانسولين ده. ما احطوش في الشمس عشان هيبوظ ويتكسر. في ناس الفتره الاخيره عادت تاخد اقلام انسولين، صح؟ شفتوا ناس تاخد اقلام والاقلام موجوده، بس الاقلام ده بيتحط فيه الخرطوشه بتاعته، لازم تتشرى من الصيدليه، اسمها خرطوشه، بتتحط في القلم بتاعته. في ناس بتعمل ايه؟ ياخد القلم عنده بس مش عايز يشيل الخرطوشه، عايز يصرف انسولين من المستشفى، يسحب بالسرنجه ويحقنها في الخرطوشه، ده بيبوظ الانسولين. هو ده الالم. دي بقى انا جايباه تجيب بقالي 20 يوم ولا ايوه، هو ده الالم. دي بقى بتاع الخرطوشه. بالظبط كده، هتقولي كده. انما الثاني ده برضه حاجات من الجديده في الحقن اللي بتسهل شويه، وده سهل، بيتفك كده كده اهو، وبيركب فيه الانسولين. عشان افكه بفك السن. وده الانسولين اهو، ده اسمها خرطوشه، بنركبها كده اهو زي اللي عندنا تحت، بس ده معمول بطريقه لازم يركب في القلم. فكل قلم له الخرطوشه بتاعته، فهمتوا؟ ما ينفعش اصرف قلم من المستشفى وفي نفس الوقت، خد يا اسامه نركبه، وفي نفس الوقت بعد ما اصرف الانسولين اخده اعبيه في ده، ده بيبوظه. معنى كده القلم له انسولينه والخرطوشه بتاعتي بتتركب فيه، والانسولين المستشفى بتاعنا بيتحقن بالسرنجه. احقن الانسولين فين؟ كتير من الناس يروح واخد حته في رجليه هنا يقعد يحقن فيها 6 شهور، حته في ايده اهو يحقن فيها شهرين ثلاثه، ده غلط، لان لو حقنت في حته واحده الانسولين بيدمر الدهون اللي تحت الجلد، بيعمل حفر، تمام؟ يتحقن الانسولين فيها كل شويه، يتجمع يعمل بؤر ما دخلش جسمي، واروح للدكتور اقول له سكري عالي، يقول لي زود الجرعه، سكري عالي طب زود كمان الظهر، سكري عالي غير الانسولين. لكن لو غيرت مكان الحقن ممكن يشتغل كويس، تمام؟ بحقن في الضهر البطن، في ايديا وفي الفخذين، ولازم اغير الاماكن عشان الانسولين يمتص. شايفين الرسمه دي؟ ايه رايكم؟ اي حد بياخد انسولين لابد يفتكر دي، ما ينساهاش. عند السرنجه ده بنسميها التدوير. يعني ايه التدوير؟ احقن في حته والف في حته ثانيه. فممكن اخد ايدي اليمين اسبوع احقن اهو وانزل 1 2 3 4 5 6 7 تحت بعض. الاسبوع اللي بعده اخد ايدي الثانيه. الاسبوع اللي بعده اخد رجلي. الاسبوع اللي بعده اخد رجلي الثانيه. الاسبوع اللي بعده اخد البطن يمين. شمال كده. وممكن انا كنت هنا بادئ بالخط ده، طب لو جيت بعد شهر ابدا الخط اللي وراه، الخط اللي وراه، بحيث يبقى كل مره تتحقن كل قد ايه. مفيش فرصه مكان، لا ما ده غلط، ده غلط، مكان الحقن بيبوظ. الكلام ده لازم نعرفه ونعلمه للناس كويس اللي ما يعرفوش، لانه ممكن سكري يبوظ واتعرض لمضاعفات شديده بس ان انا ماسك السرنجه غلط وبحقن غلط. فاهمين؟ الصورة دي ما ننساهاش، لأنه دي لو غيرنا يبقى مشكلة كبيرة. عايز أقول لكم إن في ناس بتروح لعيادات ودكاترة كتير قوي قوي، ما بيقولش للدكتور ولا مرة أنا بحقن فين. الدكتور متخيل إنه العيان بيحقن صح، هو متعلم وعنده سكر بقاله 8 9 10 سنين وعنده أنسولين بقاله 5 سنين، هقعد أتكلم معاه في الكلام ده ليه؟ فبيكتب له أنسولين ويغير، يكتب أنسولين ويغير ويزود في الجرعة. كل مرة السكر بصايم 250 فاضل 400، ورجلي بتوجعني وريقي ناشف وحمامي كتير وهمدان وعينيا مزغلله ومعد شويه الاعصاب زياده والعماله الظهر ومفاصلي مضايقاني وكتفي ما عادش بيترفع موال طويل، وكل ده عشان انا بحقن غلط. فما بالي لو اتعلمت صح. الناس اللي عملنا فيهم كده حصل ايه؟ اول حاجه سكرهم اتظبط بسرعه، ثانيا الجرعه العاليه اللي كانوا بتاخدوها راحت قلت، لان كل وحده انسولين داخله تشتغل على طول. ده يمكن مساله خايبه ليها مساله الانسولين. السرنجه بنمسكها كده ونميلها 45 درجة، مفيش انسولين موازي للجلد، فاهميني؟
يعني في ناس كتير تمسك السرنجه ويروح مميلها كده اهو منيمها على الجلد وحقن. ده انسولين في الجلد مش تحت الجلد، يعني ده غلط. لازم السرنجه تبقى مايله 45 درجه وتدخل لاخرها، وبعد ما احقن اسيبها 30 ثانيه وانا واقف عشان الانسولين ينتشر ما خرجوش يخرج في وشي. طب في رجلي بحقن عمودي، بنزل كده اهو عمودي مش نايل، نازل السرنجه واقفه. ليه؟ عشان الانسولين، لان طبقه الدهون اللي في رجلي اكتر، فلازم ينزل اضمن انه انتشر في اكتر مكان، وكده ضمنت ان انا اخدت انسوليني صح. بعد شويه الاقي الجرعه بتقل، انا متظبط لان انا كله ماشي كويس. واضح كلامي؟ الكلام ده مهم، لان انا مش معقول اجي مستشفى واتبهدل على الطرق واخد انسولين واشكشك نفسي واتحرم من الاكل وعشان الحقن بوظت الدنيا. في ناس كتير ما تعرفش هذا الكلام، ده فايده ان احنا قاعدين مع بعض النهارده. مش متخيلين اللي احنا بنتعلمه ده ممكن يغير حياتي تماما. الناس بره اللي عملوا لهم محاضرات زي دي منظمه سكرهم اتظبط قبل ما ياخدوا الدواء، وكميه الدواء قلت وكميه الحقن قلت ومضاعفات قلت جدا. عشان تعرفوا اهميه ان انا ابقى عارف معلومات زي دي واعلمها للي اعرفهم، لان في ناس كتير معلوماتها غلط وبتقنعني. في ناس كتير من اهالينا وقرايبنا بينقلوا لنا معلومات غلط. فهمتوا؟ اللي بعد كده يا دكتور، دكتور انا نعم. باخد مثلا 30 ثلاث وحدات كده من السكر واسرح الغير عند ما اخش على طول كده وجوع ما كانش الاكل يحملني كده ادخ وانام في الارض. الحاج بيقول معلومه في منتهى الاهميه. انت يعني بشكرك لانك انت اثرت نقطه مهمه جدا. في حاجه جايه هقول عليها حالا بعد الحقن. اكل ازاي؟ اللي بياخد انسولين عايز وجبات متكرره صغيره. انا باكل خمس تقارب. خد زي ما انت عايز، بس انا لسه قايل يعني حالا ايه؟ الانسولين اللي بنحقنه هنا بيشتغل 12 ساعه. يعني اول كام وحده بتشوط الفطار تخلص عليه. الانسولين بقى طلع عليا بعد اربع خمس ساعات وانا ما عنديش اكل في جسمي هيفطسني. يعني ايه يفطسني؟ هيعمل لي غيبوبه سكر. لا دخلنا في غيبوبه. هو ده، ما استناش بقى، احنا بنتعلم نفطر ونتغدى ونتعشى. اي حد عنده سكر او اي حد حتى عايز يحافظ على نفسه من السكر يتعشى ويفطر ويتغدى ويتعشى وجبات صغيره في النص، ياكل حاجات صغيره. انا في شغلي الصبح بصحى الساعه 8 اكل، اخد انسولين وانزل، او ما باخدش باجي الساعه 11 اكل بسكوت ساندوتش، اكل حاجه مثلا بتاع صبيط مع شاي وخلاص. انا اتغدى اخلي فاكهه الغدا بعد الغدا بساعتين، اتعشى اخد حاجه عند النوم، بس ما فيش وجبه فيهم ضخمه وما فيش حاجه فيهم قليله، وما قعدتش 8 ساعات من غير اكل. فهمتوا؟ تاخد الاكل في جيب الوقت. هو ده بالظبط. وعشان الانسولين اللي باخده ما يطلعش عليا ويعمل غدا هو ده. حتى لو ما عنديش سكر ده ينظم لي الانسولين بتاعي مع الوزن الزياده، أأخر السكر وأريح البنكرياس بتاعي. يا دكتور جاب جهاز باجي بعد العملية التوخة دي. الدكتور يجي يقيس السكر. يعني أنت جهازك عندك في البيت؟ في البيت. كويس. خلي بالك مع في ناقص. كام يعني؟ كام؟ ما بجيبش 60 70 السكر العادي احنا بنحسبه. أي سكر بجهاز البيت تحت ال 70 خطر. يعني مثلا الاعراض النفر يمشي على كام في سكر في التحليل بتاع البيت دي؟ خليك فوق ال 100 تبقى في الامان. يبقى 150 مثلا. من 100 ل 200 بجهاز البيت، من 100 ل 200 تبقى في الامان. هقول لك دلوقتي. نعم. بس كويس انك عندك جهاز وبتتابع، والمعلومه اللي الحاج قالها مهمه. 60 دي يعني 10 دقائق كمان يبقى 50 دخلت في غيبوبه. احيانا في ناس يجي لها انذار، في ناس ما يجيلهاش انذار. يعني في ناس تعرق وضربات قلب زياده ورعشه وهبطان والم الجوع وصداع وضربات مخنوق، وفي ناس نايمه يجي لها كوابيس. بس السكر يقطع الفجر يجي له كابوس يقوم فجاه. في ناس يقوم بالليل، من الناس يعني ابهاتنا واهالينا، يقوم بالليل تبص تلاقي المخده كلها عرق عرق او حد يصحيني تبص تلاقي وشه اصفر. ويعني وفي ناس بقى عندها القدره تقوم شويه سكره 60 5 لسه قادر يمشي تحت ال 50 هيوديني بغيبوبه. طب في 60 65 افتح الثلاجه واخش المطبخ اكل بدون وعي. اكل بدون وعي لغايه اما افوق، لان انا عندي جوع شديد بسبب السكر الوقت. باكل كميات كبيره لغايه اما اهدى. بهدى ليه؟ يعني قعدت اكل لغايه اما اعلي السكر، لغايه اما وصل 120 140 هداني المخ، وصل السكر وجسمي هدي. احنا عايزين نتعلم الكلام ده ليه؟ عشان ما ادخلش نفسي اصلا في ضغوط سكر. امنع هذا الكلام. اما حط سكر يا دكتور
مرتين دي جابت السكريه وكان جاي معاها 4 صفار 5 فاتتنا سكر معلقتين 3 سكر رفعوه ل 160 ممكن يوصل فوق 200 كمان دوكتي قال ده انت ريق انت ريق هنا طبعا ازاي بحسب جرعه الانسولين ودي شغل الدكاتره بس انا هديكم فكره ان احنا بنحسبها حسب سني وحسب الوزن بتاعي وحسب نشاطي يعني انا ست بيت قاعده ما بتحركش هاخد انسولين كويس طب انا موظفه وبنزل وعندي نشاط وبنزل هطلع سلم وانزل في وسط زمايلي وعندي نشاط كبير بنقلل الانسولين عشان ندي فرصه للست دي انها تشتغل وتحرق لو اديتها انسولين زي اللي قاعده في البيت وعملت مجهود جامد هتوصل على الساعه 10 11 هبطانه وعايزه تاخد حاجه تسكر لان هي سكرها وطي فهمتوا صغار السن غير الكبار طفل داخل في المدرسه 12 سنه ورايح مدرسته وجاي منين غير اللي قاعد كده اللي بيشتغل صنايعي غير اللي بيشتغل موظف على مكتب دي بتفرق في اللي بيحرق ومش بيحرق الدكتور بيقدر وبيسال على المهنه وبتنزل امتى وبتاكل امتى يقدر لي نسبه الانسولين عايز اقول لكم ان كلنا مفيش واحد زي التاني في السكر كل واحد له حالته الخاصه بس لازم يتعامل مع الدكتور بتاعه ويساله اسال الدكتور بتاعي واخد وقتي معاه واتكلم معاه واتناقش واقول له ظروفي في بيتي لان انا مش زي اللي قبلي يعني اللي كان داخل قبلي او هيدخل بعدي مش زي مش كل الناس بصمه الانسولين 40 20 وروح واحد تحت الجلد لا مش كده لازم في اختلافات شخصيه الانسولين ما بيتعارضش مع اي مرض ثاني يا دكتور في الادويه لا الانسولين ارقى واحسن حاجه امنه يعني مع اي حاجه خالص خالص طب ما احنا قلنا التوتر دلوقتي الناس المتوتره دايما انسولينها مش مكفي الناس العصبية دايما صوتها عالي عنيفة في حياتها او الناس المكتئبة اللي قاعدين في كآبة متضايقين بيكتم في نفسه وكلام زي ده كله له علاقة طبعا الحالة النفسية بتبوظ الانسولين معروفة طبعا اعراض السكر هي ايه؟ لو انا حد هيبقى عنده سكر او بيشتكي لي من حاجة ناس بتجوع كتير وناس بتعطش في ناس بتاكل بكميات وكل ما يخلص عايز تاني وتاني ده نذير ممكن يجيلي سكر عطش لان السكر بينزل في البول وسكر البول يكتر الحمام بدخل 7-8 مرات في اليوم وطول الليل في الحمام 4-5 مرات وبكميات كبيره وعينيا بتزغلل عشان السكر مضايق عدسه عيني بخس تخيلوا حد بياكل كتير جدا وزنه بينزل تنميل وشكشكه وحاجات زي كده طبعا امتى نفكر اكتشف ان حد عنده سكر او افكر ان يجيله سكر ما احنا عايزين نكتشف نفسنا بدري برضه يعني انا لو اكتشفت نفسي وعايز حبايه واظبط اكل اول ما استنى يكون عندي مضاعفات في عيني او رجلي واكتشفه متاخر مين بقى اي حد فوق سن 45 سنه لازم يحلل لنفسه ويطمن على السكر كل شويه ولو حتى كل سنه مره حاجه اسمها متوسط سكر والسكر سيطره كويس خالص اقل من 45 سنه كل 6 شهور احلل النفس مين دول اللي يحللوا ويتابعوا ويعرفوا الناس اللي عندهم سمنه او وزنهم زايد تخيل الناس اللي عندهم زياده في دهون الدم اللي بنسميه الكوليسترول اكيد انتوا تعرفوه كوليسترول الدم والمسائل دي انتوا عارفينها الناس اللي ضغطها عالي اللي عنده ضغط عالي مع دهون في جسمه غالبا عرضه للسكر بيبقى عنده مشكله كتير في جسمه اللي جات لها مره او اتنين سكر حمل زي ما احنا كنت بتكلم معاكي من شويه جالي مره وعدت سليمه يبقى لازم اعرف ان انا ممكن يجيلي سكر نوع تاني يبقى تابع نفسي كويس وبعدين لو العيله مسكره لو العيله فيها سكر يبقى انا في عيلتي سكر يبقى عارف ان انا عرضه اتعامل مع نفسي بطريقه محترمه وجنتل كده وحلوه يعني الاب عنده وعيله الاب بس او الام عندها وعيله الام او الاب والام ممكن حد من والدي واخواته ومثلا حد من ناحيه الام مش الام ده بيزود فرصه تعرضي للسكر طب هل كده هيجيلي سكر ومستقبل اسود لا مش كده انا عرفت على طول اظبط نفسي بقى الحاجات اللي هنقولها بعدين ابتدي اظبط نعم مفيش حد من عيلتي عنده مش لازم ممكن الوزن بتاعي وانا عرضه للسكر لو عندي بالظبط ما هي دي كلها في المتابعه بقى كل واحد عنده ظروف اللي عنده تاريخ اسري يبتدي يعرف انه لو ظبط نفسه اكله بشكل منتظم ياكل كل اللي هو عايزه بس بكميات معتدله ويبعد عن الحاجات العاليه قوي يبتدي ما يزودش وزنه يبتدي يقرب من الوزن الطبيعي ولو حتى مش لازم امثالي الحاجه الثانيه لازم يتجنب الانفعالات لو انا راجل وعندي مشكله صحيه ما اخدش ادويه تعالج السكر زي الكورتيزون وغيره طب لو انا ست وعايش حياتي وظبطت اكلي ووزني لما اجي افكر في وسيله منع حمل ما افكرش في حبوب ده انا ممكن افكر في وسيله اخرى يبقى انا عملت حاجات كتير في حياتي كده تدفع عني وتمنع السكر وبالتالي انا في امان وانت بعاد
حتى لو هيظهر عندي بكمية ممكن حبية بسيطة. البخاخة دي في بخاخات جديدة دلوقتي أحسن ممكن تمشي، بس ده الكورتيزون موضعي لو في وقته وكمياته على حسب اللزوم ما بيأثرش، بس على طول المدى لا. بس يعني السبراي أهون من الحبوب، أهون من حقنة. يعني لو كده أهون من ان اخد حقن او حبوب كورتيزون. اللي انا قلته واضح دلوقتي؟ يعني الكلام فهمته ليه بنقوله؟ حتة اللي هو لحظة عشان لما نشخص السكر ازاي؟ عندنا الاول ان لو حد ما عندوش وهيبتدي يعمل تحاليل، لو عنده اعراض ريقه ناشف، حمامه كتير، بيخس، عينيه مزغلله، تنميل في اطرافي ظهر، بتضايق، هبطان، في ستات كتير ما يعرفوش بس بتروح دكتور نساء تكتشف عندها التهابات مهبليه مثلا، فطريات ودكتور النساء يعالج بمراهم وكذا، ومره ثانيه تلاقي كتير احيانا بتبقى دي نزيف بالسكر، بتتكرر المناعة ضعيفة فممكن يحصل التهابات متكررة، دكاترة النساء نفسهم بيقولوا الست دي روحي اعملي تحليل سكر، ربما يكون لأن العلاج اللي كتب موضعي ما جابش نتيجة. اللي يحلل سكر صايم ويطلع أكتر من 126 ما عندوش يخاف يكون عنده، لأن ده بيشخص سكر. بعد الأكل بساعتين يطلع 200، أي حد سكره 200 فيما أعلى، بعد الأكل بساعتين ده عنده سكر، ده أنا بتكلم في اللي ما عندهمش. فهمتوا؟ أي جهاز البيت زي الحاج ما بيحلل، أي رقم فوق 200 معنى كده إن أنا مش مظبوط. واضح؟ صايم اكتر من 126 عندي فوق 200 معنى كده ان انا سكري مش مظبوط ولازم اراجع نفسي. فهمتوا؟ مضاعفات السكر كتير، انا مش عايز اعقدكم تمام؟ عشان ما تتضايقوش مني، بس انا عايز اقول ايه؟ السكر له نوعين كبار من المضاعفات، يا يعلى جدا ويبوظ لي الدنيا، يا يقطع ويوديني في مشكله في دقائق. السكر عشان يعلى ويعمل لي مشكله عايز شهور طويله. السكر اللي يقطع عايز دقيقتين ثلاثة عشان يدمرني. واضح؟ فخطورة هبوط السكر توازي ارتفاعه، أي دكتور عايز يعالج سكر كويس زي ما هيظبط السكر عالي يمنعه يقطع. فاهم الشطارة إن أنا أدي أنسولين كتير وأجي أما تجولي بعد شهر ده أنا وقعت 4 مرات زي ما الحاج بيقول لي وأروح أجري على الأكل ومش لاحق. منع غيبوبات السكر الواطي أهميته زي أهمية السكر عالي بالظبط. فهمتوا؟ مضاعفات السكر، انخفاض السكر زي ما انا قلت حالا وهقول بعد شويه، العرق وضربات القلب زياده وانتم عارفين. السكر العالي ممكن ياثر على الشرايين، الشرايين دي الحاجه اللي ماشي فيها الدم اللي بتوصل الدم العيني وللمخ وللقلب وللكلى والاطراف، اللي لو السكر عالي بعد فتره بتضيق وممكن تقفل فتعرض الناس لجلطات في المخ او العين يحصل فيها ارتشاح زي ما بتسمعوا ومشاكل كتير. معناه ايه؟ ان انا لو ظبطت سكري همنع الهيصه دي كلها، فالكلى والعين والاطراف تبقى في امان. طبعا في بيعملوا بره دراسات على ناس كتير وبيتابعوا حاجات كتير عشان يشوفوا لا طب لو احنا ظبطنا السكر كويس هل ممكن يمنع؟ ممكن يمنع. ولقوا ناس كتير اتحسنت وعاشت سنين لغايه النهارده من غير مضاعفات، ليه؟ متابعين السكر كويس ومظبطينه، وده اللي حصل في اللي هو بنسميه السكر ال3 شهور انتوا اكيد بتعملوه. ده تحليل بيتعمل بيطلع نسبة السكر مظبوط اخر 3 شهور ولا لا، بنقول عليه السكر التراكمي. ده مهم ليه؟ ده كويس، برافو عليك. ده بيطلع رقم واحد بيقول لي اخر 3 شهور ليل نهاري كان سكره ازاي، في رقم واحد. لو عملت وطلع الرقم من 4 ل7% والدكتور قال لي كده يبقى معنى كده ان الفترة اللي فاتت كلها كنت حلو جدا سواء محل او لا. معناها ان انا من 4 ل7%، معناها ان انا علاجي او بدون او انا ما عنديش سكر حتى وعايز اكتشف، يبقى اخر 3 شهور معظم فترات اليوم والاسبوع ماشيه كويس. طب لو لقيته 8% او 9 معناها انه كان معظم الاوقات سواء حاسس او لا كان عادي. لو ما عنديش سكر يبقى انا عندي ومش حاسس بيه والحق شوف نفسك. طب لو عندي في حاجه مش مظبوطه، يا العلاج مش كافي، يا الاكل ما كانش مظبوط، يا ال3 شهور اللي فاتوا كانوا متعكنين، عندي مشكله مضايقاني موتراني بوظت الدواء بتاعي، اراجع نفسي بقى واشوف السبب اراجعه، بس ده بيكشفني بسرعه. سكر ال3 شهور ده لو تابعته وعملته وظبطته ممكن يمنعني المضاعفات تماما، عايش حياتي مع السكر زي الفل. يعني بيعملوا تحليل سكر بيسموه الهيموجلوبين السكري. اسمه ايه؟ هيموجلوبين سكري. ده لو انا اكتشفته بلحق نفسي بسرعه ان انا في 3 4 شهور ما كنتش كويس، طب ما الحق نفسي الـ3 جايين. طب لو عملته لقيته 9%
10 والدكتور شافني او 11، معنى كده ان انا مش حلو وماشي على حبوب. الدكتور شافني قال لي لا، ده انت حبوبك مش جايبه نتيجه، ده متوسط الثلاث شهور الهيموجلوبين السكري عالي جدا، غير علاجك بقى. وراح كاتب لي انسولين، وثلاث شهور استنيت نفسي لقيت ال 11 بقت 8، يبقى كل الشرايين وكل جسمي بقت رجعت سليمه وفي امان. يبقى انا عشت فتره جايه كويس، لو استنيت كمان ثلاثه غيرهم وقال لي بقى 6.5 أو 7 انا بقيت حلو جدا. يبقى التحليل زي ده قدرت اراقب نفسي عن قرب، زمان ما كانش حد بيعمله. كان في ناس كتير ماشيه عندها التراكمي ده 17 و16 ويحصل لهم بلاوي سودا ومحدش بيطمن لانه ما كانش معروف. دي حاجه من الحاجات برضه انا قلتها في الاول جديده تخليني عالي على نفسي شويه. طبعا دي ارقام السكر اللي عنده، اللي هيحلل صايم وعنده يبقى من 80 ل 120 عشان الحاج كان بيسال. بعد الاكل بساعتين يبقى 140 ل 180. والتراكمي زي ما قلت اللي هو الهيموجلوبين السكري زي ما انا جبت سيرته 7% فيما اقل، انا كويس جدا في اخر فترات. طلع عالي اقدمه للدكتور بتاعي اقول له شوف لي حل ده، انت سايبني او ان انا في مشكله. يعني احنا نعمل نحلله عادي بعد كده نروح للدكتور. والدكاتره على فكره اللي شغالين في السكر وفاهمين شغلهم بيطلبوا كتير دلوقتي روتين. هو موجود بس بدا يعني الناس تطلبه، موجود في المعامل دلوقتي، ما كانش المعامل حتى بتعمله كويس. السكر تراكم اسمه الهيموجلوبين السكري. فهمتوا يا جماعه؟ نعم خلاص وتخلي الاول. طبعا هنا مرض السكر ده او السكر بشكل عام عايز نظام غذائي، عايز ناس رياضه. الرياضه يعني مش هنزل كلنا، احنا ظروفنا معروفه ووقتنا معروف وحياتنا معروفه، مش هقول جيم بقى والكلام ده. اللي يقدر بس ما حدش، انا ظروفي ما تسمحش، ما اعرفش اروح، ما عنديش البلد اللي انا فيها ما فيهاش، او ما حدش بيفهم ده. المشي بس ممكن يغني عن كل هذا الكلام. والمشي اللي هو مكتوب علميا بيجيب نتيجه 30 دقيقة في اليوم 5 مرات في الأسبوع بس. صعبة؟ نص ساعة نص ساعة في اليوم 5 أيام في الأسبوع يغنيني عن أي حاجة خالص. واضح يا جماعة؟ لا، المشي المنظم غير الرياضة العشوائية. طبعاً في قراص وفي أنسولين. مشي معين ولا يعني؟ لا، المشي العادي أول أسبوع اتنين ماشي العادي، بعد كده ايه ابتدي امشي ماشي منتظم، ما ابصش ورايا بقى، ده يجيب نتيجه عاليه جدا. طبعا في علاج بالحبوب، بعد كده الانسولين، لازم ابقى متعلم اللي هو الوعي والمعرفه اللي احنا بنعمله دلوقتي مع بعض، واللي عايز تطلبوه دايما لما تيجي المستشفى. يعني نسال اول ما يدخل نجيب تذكره عياده التثقيف فين بتاعت السكر او عياده التعليم بالسكر، اقعد ساعه او نص ساعه مع الحكيم عم يجي دوري اتعلم حاجه، تمسكني السرنجه، اتعلم ناكل ازاي زي ما هقول حالا. الاكل برضه فن، اختار اكل ازاي، انوع الاكل، مفيش معلومات غلط في الاكل. في ناس حارمه نفسها من انواع مفيش فيها سعرات عاليه ممكن تتغذى بيها كويس، في ناس تاكل حاجات كتير غلط ضغط سكرها وهي مش عارفه ايه السبب. فهمتوا؟ طبعا بنبدا بنوع حبوب، خد واحده في اليوم 2 3 شهور انا عقت في الاكل بتوتر بقوا حبيتين 6 شهور سنه سكر عالي بقوا 3 قال السكر بسقط انسولين. ده لو معاه نظام اكل كويس وحياه منظمه ممكن ابقى على نوع علاج فترات سنين طويله ما احتاجش اعدي الدواء، لان انا العامل اللي يخصني زي يخص الدكتور. وانا دايما بقول للناس انت عليه 50% وانا عليا 50، اللي فيكم يعمل اللي عليه بيوفر حاجتين، بيوفر الدواء وما يدخلش مضاعفات ابدا. وده كلام انا بقوله عن ثقه، السكر مش ضلمه، بس اللي يفهمه ويتعايش معاه يبقى روعه، ويحمي نفسه من كل، حتى اللي هيجيبه يستناه ويظبط نفسه ما يجيلوش، يأخره قدر المستطاع وممكن ما يجيلوش. هو زي ما مدام نصرة بتقول كده، يعني انا لو صاحبت وظبطت نفسي في اكلي وعلاجي وفعلا عشت حياتي في سلام مع نفسي هبقى جميل جدا، ما يبقاش عندي مشكله وعايش في كآبه. طبعا النظام الغذائي انتوا اكيد عندكم بعض المعلومات، طبعا لازم ابقى عارف واتابع نفسي وكذا. ببقى عارف انه في نوع اول السكر بياخدوا انسولين لازم ياكلوا اكل منظم في فترات معينه، ولازم الاكل المنظم ده يبقى متبرمج بطريقه معروف بياكل ايه وبياخد ايه، عشان لو قل عن اللازم غيبوبه السكر منخفض، لو زاد عن اللازم كل شويه يحتاج يعلي الانسولين بتاعه.
طبعا هنا النوع الاول لازم يظبط ان هم صغيرين في السن. الناس اللي هم عندهم سكر نوع تاني على الحبوب لازم يحافظوا على الوزن، ما ياكلش كتير وما يدخلش في سمنه بسبب زياده الاكل، وبرضه ما ياكلش قليل عشان خوفا من مين؟ من انه يجي لي غيبوبه السكر الواطي. اللي ما يعرفوش حد كتير ان كل ما زادت نوبات السكر الواطي ممكن تبوظ الشرايين. الناس خايفه من السكر العالي بس، لكن اللي بيتعرض لغيبوبات كتير ممكن يحصل له مشكله في القلب او مشكله في الشرايين. فزي ما بدات بنخاف منه بنخاف من التاني برضه. ده يعني ببساطة بنقول ايه هرم الاكل. يعني ايه هرم الاكل؟ هرم الاكل ده معناه انه ايه اللي ممكن في قاعدة الاكل اكل منه كتير، ايه اللي ممكن وسط، ايه اللي يقل، ايه اللي يقل خالص. ودي ليها نظام، والمفروض في العيادة بتاعت التعليم تحت مرة كده اجي ربع ساعة مع حكيمة تقولي انواع الاكل زي ما هقول لكم حالا كده ويختاروا ازاي، وما احرمش نفسي قوي لو ظبطت نفسي في انواع الاكل. طبعا انتوا عارفين الاكل ثلاث انواع كبار. في حاجه اسمها الكربوهيدرات اللي هي زي النشويات زي الرز والمكرونه والبطاطس والبطاطا والكلام ده، ودي لها نسب تمام، ودي بتدينا حراره جامده جدا وبتدي حاجه اسمها سعرات تمام. في بروتين زي اللحوم، وفي دهون زي الزيوت والكلام ده، ودي ليها نظام. في الياف زي الخضار والكلام ده كله، وفي ميه. كل دي انواع الاكل انوع فيها بطريقه اكتر مين واقلل مين، دي مهمه جدا عشان اعمل اكل بتاعي الطبق بتاعي مفيش حبان كويس. لازم اعمله بذكاء وحرفيه وبنتعلم ده في تفاصيل كتير في الكلام ده مهمه جدا. طبعا ازاي الاكل ده بيأثر في السكر؟ النشويات زي الرز والمكرونه والبطاطس والبطاطا 100% سكر، مليانه سكر. البروتين يدي 60% من السكر، الدهون بتدي 10% بس. فهمتوا؟ رغم انها تزود وزني بس ما بتعلي السكر ببطء، تاخد وقت عم تعليه. انما النشويات زي البطاطس والبطاطا بسرعه بتعلي بكميه كبيره عكس ما الناس فاهمه. فهمتوا؟ ازاي احسب بقى اخد قد ايه؟ والسعرات والكلام ده طبعا دي ليها نظام، المفروض بنقعد مع حكيمات عندنا في العياده تحت واحنا بنقعد معاكم تتعلموا تختاروا ازاي. بنحسب احتياجي في الاكل حسب الوزن. الناس اللي شغله نفسها ومهتمه سهل يعرفوا ده، وحاجات رائعه جدا. لما اوريكم انواع الاكل والسعرات هتعرفوا اهميه هذا الكلام. ده بقى الاطفال ياخدوا قد ايه والكبار ياخدوا قد ايه بطريقه منظمه، بحيث ان انا ما يبقاش عندي حرمان يصدر. هنا ده المهم، لو عملت طبق هاكل فيه اكل، الطبق ده اعمله ازاي؟ منه 50% من السعرات ناخد كربوهيدرات، 20% او تلت الكميه تبقى دهون، معلقه سمنه، زيت ذره، يبقى بس ما يبقاش كتير. طب والزيت ده فين يا باشا؟ ممكن ممكن يمشي كويس. انت مركز اهو. ها؟ مركز. جبت سبعه من العريش والله. مركز وعنده جهاز سكر مظبط نفسه. ال 10 20% بروتين يعني لحمه او فراخ على حسب السعرات اللي موجوده، وده كلام بنتعلمه وهنترجمه. في عندنا تحت في العياده لما تيجوا المرات الجايه نسال حاجه اسمها خريطه محادثه. يعني ايه خريطه محادثه؟ بيجيب لي ورقه بقعد اتكلم نص ساعه مع الناس اللي تحت يعلموني اكل ازاي. اعمل ايدي كده قدها رز يبقى انا ممكن اكله في وجبه الغداء. لو عملت كده ايدي كده على قد لفه صابعي كده قدها دهون. لو عملت ايه كده قدها لحمه او فراخ. لو عملت فاهمني يعني مش لازم اقعد اقيس، بس انا بعرف المعيار. وانا ست بيت في المطبخ او راجل عايز اكل بحدد كميه اكلي بالشكل، بيبقى انا خدت اللي انا عايزه وممكن اكرره اكتر من مره مفيش مشكله، بس انا عارف خدت كميات صحيه جدا. فهمتوا؟ فده ترتيب النوعيات في الاكل المختلف بحيث يبقى انا عارف انا خدت ايه بكميات قد ايه وبدون حرمان، واكل اكل صح ما يضايقنيش. هو بالظبط بالعكس، ده بيخلي الانسولين يشتغل بطريقه رقيقه جدا ومحترمه ويحرق من اللي بره. لا في بعض اوراق برضه في انظمه الرجيم في العيادات بره مغلوطه. مفيش حد راجل دكتور يكتب لي روشته واخدها وامشي عليها وانا عمال اكل في السكه وما بتحركش وما بعملش وسايب وزني واقول عايز سكر يتظبط. في الحاله دي الدكتور هيفضل يرفع العلاج كل شويه، هيفضل يزوده يزوده كل حين، وهتبقى دايره مغلوطه. طبعا شايفين المنظر ده سبحان الله، دي ده نحل
ودي خليه نحل مكتوب عليها الله الشمع، فدي سبحان الله يعني حاجه. ممكن نحلل حاجه بالسكر، بالعسل بدل السكر؟ لا، اذا كنت منضبط قوي 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 ممكن ندخلها، بس في عدم الانضباط لا. ده طبعا ازاي اظبط اكلي، وهدف اتباع نظام الاكل انه يمنع السكر يوطى، ما يخليهوش يعلى، يخليني افضل يعني. ده برضو احنا قلناه ضمنا في الكلام بتاعنا، ده توزيع السعرات الحراريه زي ما قلت واحنا قلناها من شويه. ده اللي نويت عنها بس عايز تبص عليها وتركزوا كلام اللي كنا بنقوله حالا دلوقتي. انا دايما في الوقت العادي، في ناس على فكره سكرها منضبط بالاكل بس، مع حبات الدفاش وعايشين حلو جدا، منظمين اكل، منظمين كميه وزي الفل. عايز اقول ان انا المفطر كميه الاكل بتاع اليوم كله ما تعديش 10-15%، بس بعد الاكل بعد الفطار بساعتين في حاجه خفيفه. شايفين الغداء كميته اكتر، اذا كان ده 10-15 ده 30، بس بعد الغداء بساعتين على الساعه 5-6 باخد فاكهه خفيفه. طب العشاء باخد كميه خفيفه، فطار غدا عشاء وجبات صغيره في النص، كله كله اكل وسط. فهمتوا الكلام ده مهم؟ ده الاكل الصحي المفروض. دي جداول انا مش هصدعكم بيها، بس انا عايز اقول لكم ده وزن الاكل، ده الاكل هو انواعه، ودي السعرات بتاعته. كل ما الرقم زاد كل ما بنحبوش مع السكر. فهمتوا؟ في العياده تحت برضه هتشوف حاجه زي دي، زي ما اقول مثلا باذنجان بيدي 24 سعر مثلا، لكن البطاطا عشان فيها سكر كتير بتاخد 106. شوفوا البطاطس المحمره اللي كل الناس بتحب تاكل رز وبطاطس مثلا، رز فيه كميه كتيره، لكن عندنا البطاطا 544 كميه ضخمه. يعني انا ممكن اكل مثلا بسله بكميه او بصل او كذا، بس ما اكلش بطاطس محمره، لان الكميه دي 5 أضعاف الكميه الثانيه. اتفضل. المفروض ان احنا نراعي برضو مثلا الباذنجان سعراته حراريه قليله، بس لو اتقلى هيبقى سعراته هو ده. ما احنا بنقول بقى الطريقه، خلي بال حضرتك برضو ده سؤال مهم جدا. يعني ممكن البطاطس العاديه، يعني ده رائع السؤال ده حاجه، يعني البطاطس عندنا 85 في الوضع العادي لو مسلوق، لو خدت زيوت بقت 544، يعني دي مساله برضو كويس جدا. هنا برضو عندنا بقى يعني الجرجير والجزر وكذا، شوفوا قد ايه. لو كملنا كل الحاجات دي سعراتها قليله، فصل وخيار وسبانخ وطماطم وفاصوليا برضه نفس الشيء زي ما انتم شايفين كده، فول. بس شوفوا بقى لما نيجي نتكلم عن العدس مثلا والبسله والكلام ده، سعراته عاليه جدا جدا، رغم ان شوربه الفول مثلا 8 سعرات بس في ال 100 مللي. شايفين الفاصوليا 362. انا عايز اقول ان معرفتنا بالحاجات دي تخلينا اختار اكلي ما احرمش نفسي. ممكن اكل من دي كميه بس قليله خالص، ممكن حاجه زي دي اخد منها كميه كبيره ما تضايقنيش. بصوا مثلا الفاكهه بقى، دي الفكره غلط. يعني الاناناس والعصاير، برتقال مثلا 47، البطيخ 32، بس البلح 100. يعني ممكن اخد شريحتين بطيخ كبار بس ما اكلش بلح كتير، يبقى انا اخدت فاكهه وما حرمتش نفسي وفاكهه الصيف كتير وما اثرتش على السكر بتاعي. البرقوق مثلا 50، لو 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 اتخزن شويه 76. شوفوا بقى الكميات اللي جايه، طبعا ده لسه برضو الفواكه اهو، يمكن الزبيب شويه والعنب هم اللي بياخدوا اكتر. شوفوا الشمامه قد ايه 28. يعني انا اقصد ان معرفتي بالكلام تخليني اسال واختار بطريقه ابقى فاهم وما احرمش نفسي قوي من حاجات مفهومه غلط. طبعا ده بقيه الفاكهه كلها وانواعها. شوفوا بقى اللحوم، شايفين الكميه قد ايه؟ لحم البقري واللحم المفروم كل ده 200. اقل حاجه فيهم لحم البتلو، اخف حاجه دي بننصح بيها مع السكر والضغط. فهمتوا؟ اللحمه بتاعت السكر سعراتها كتير، فلو خدت اخد قطع صغيره وتكون من الشوربه او مشوي، ما تكونش في زيت، ما تكونش محمره. وخلي بالكوا برضو، عارفين تسمعوا عن حاجه اسمها طولي؟ طبعا عارفينه، بيتعمل بطريقه الخضار ومعمول عليه شوربه مغطياه. كل ما كان ده معمول في الفرن والشوربه بتغطيه، كل ما كان قيمته الغذائيه عاليه جدا وما فيهوش سعرات خالص، غير اللي اتعمل محمر. فهمتوا؟ دي نقطة. زي ما احنا بقى ماشيين والفكرة وصلت اعتقد انكم، والسمك حتى شايفين اهو. يعني عايز اقول نغير نظرتنا للاكل شوية، وما بقاش الاكل عمال على بطال كده من غير ما اعرف عنه حاجة، ده تخليني عندي فكرة كويسة. ولا محشي ولا حاجة.
ده ماشي ده موضوع ثاني. شوفوا انا لسه بتكلم في انواع الاكل، شايفين الخطوره عشان تبقوا مركزين. الكنافه والبقلاوه ورمضان جاي قريب، فاهميني؟ فشايفين النسب قد ايه؟ يعني اللي يطوع نفسه ياخد حلويات شرقيه لاي سبب من الاسباب هنا، ده ضرر عليه جدا جدا. يعني برضو اراعي نفسي وما اخدش كتير. ده حلو جدا خالص. طبعا دي اتكلمنا عن فوائد الرياضه، اتكلمنا النشاط اليومي بتاعنا. حبوب السكر طبعا مهمه، لان ده خط من خطوط العلاج وليها نظام وليها جرعات معينه. طبعا السكر النوع الثاني احنا اتكلمنا عنه في الاول، وده اللي عنده انسولين بس قليل، افرازه ضعيف، فبيحتاج حبوب تحمس الانسولين انه يطلع. ده بيطلع بيشتغل على الكبد، بيطلع عشان يظبط حركه الانسولين في العضلات وفي الاطراف. وده الحبوب الانسولين هنجيب سيرته حالا، وجبنا من شويه طريقته. دي المضاعفات بتاعته زي ما جبنا سيرتها حالا، السكر الواطي والعالي ده عشان ما تنسوش. تمام. مضاعفات السكر اللي هي بتضايقنا كتير واللي فيها مشاكل، اللي هركز عليه ارتفاع السكر قوي واعراضه اتكلمنا عليها، واذا استمر 250 300 زي بعضكم شايف الارقام ومصر يجي ويمشي، بتعرضه لمشاكل كتير في كل حته في جسمه. طبعا الناس اللي بتاكل كتير، جرعات العلاج مش كافيه، بياخد علاج بقى بمزاجه، ما بيظبطش الجرعات، طبعا ده بيعلي السكر عنده وبيعرضه لمشاكل. الناس اللي بتتوتر زي ما جبت سيره الكلام ده على الدواء، دايما علاجه مش كافي. دايما الناس اللي بتتعرض لظروف تضايقها، مكتئبه، عنده ظروف بيته مضايقاه، عندها ظروف متوتراها، يبقى لازم اراجع الدكتور بتاعي بسرعه واقول له انا عندي توتر مش عارف اتعامل معاه، شوف لي حل. هو هيتصرف. برضه نفس الشيء جزء من القلق طبعا. دي حاجة لازم نجيب سيرتها. الحاج أثر حاجة إن سكره بيطلع 60، السكر أقل من 70 فيما أقل خطر كتير جدا، لازم تاخدوا بالكم. وإن السكر الواطي لازم أتدخل فيه بسرعة، لأنه بيعرض لمشاكل في الكبار والصغيرين. يوطى السكر إمتى؟ لو أنا اخترت علاج بكمية كبيرة، أو لو خدت علاجي أنا والأكل بتاعي مش كافي، أو خدت أكل كويس وجرعتي كويسة بس عملت مجهود جامد، التلاتة دول لازم اظبط فيهم، لان ممكن يعرضوا لي لسكر واطي. امتى اعرف ان السكر واطي؟ ركزوا في الحته دي مهمه جدا. يجي لي صداع شديد انا مش عارف سببه، صداع جامد، او ان يجي لي عرق مفاجئ ويكون عرق بارد واحس ببروده في جسمي عنيفه، ان الاقي وشي لونه اصفر، او اني عندي زغلله في العينين، عندي دايما تعبان ومجهد ومرهق وعايز انام فترات طويله بدون سبب، ضربات قلب تزيد فجأة، ألاقي لساني بينمل وشفايفي بتنمل وبشكل غريب جدا، إن أنا مش مركز وبدأت أشوف الدنيا بتصفر حواليا، حد يقول لي ده أنت قلت كلمتين وفقت تاني معرفش قلت إيه. طبعا كل دي حاجات تستدعي قياس السكر بسرعة. كنا كتير بنحط كروت صغيرة للناس في جيوبها من عندنا، لو في الشارع أو حاجة حصلت له بيطلع ده مريض سكر، إديله حاجة مسكرة لغاية ما يفوق. تمام؟ فأنا المفروض لازم أبقى عارف في كل مكان إن أنا أبقى مأمن نفسي كويس. وطبعا تجنب انخفاض السكر اهم من ان انا اتعرض وعدل، يعني ان انا امنعه اهم من ان انا افكر ان انا اتعرض للازمه، لان هي ازمه سيئه بصراحه. انا اشد ما اكرهه في السكر ارتفاعه، بنظبطه، عندنا حدود في التظبيط وبننزل بادويه، لكن نوبات هبوط السكر دي اسوء ما نراه، لان دي حاجه مزعجه ما بتختارش توقيت. هو ده طبعا مدام نصر قالت كلمه هنوه ليها انا ما كتبتهاش هنا، بتقولي طب اللي ما عندوش سكر وما بيحسش بيه وهو بيوطى يقيس ل 40، شفت حاجه زي دي؟ بتحصل. اللي بيتعرض لنوبات هبوط سكر متكرره، يعني حصلت النهارده والاسبوع اللي فات وحصلت الاسبوع الجاي، بتحصل مره بالنهار ومره الفجر، والعلاج كتير. ده خطر. ليه؟ الجسم بيفقد احساسه بنوبات هبوط السكر، لان كل مره السكر بيوطى فيها ايه اللي بيجرى؟ ربنا خلق لنا حاجه رهيبه ورائعه، ان في هرمونات بتطلع تدافع عني فتعمل لي الاعراض دي كلها، ويطلع هرمون معين كده اسمه ادرينالين يصح الجسم ويخليه متوتر، يقول لي خلي بالك انت تعبان روح بسرعه خد حاجه مسكره. تمام. ما
ميه السكر في ليها نظام بنسميها 15 جرام جلوكوز، يعني 3 معالق سكر في ميه عادي، 3 معالق سكر في ميه او معلقه عسل كبيره او عصير البيست اللي هو 200 مللي او حته شوكولاته قد كده من العادي بتاع الاطفال. واضح؟ دول اللي بيسموها 15 جرام سكر، يا اما العصير البيست العادي ال 200 مللي يا اما 3